أهلا بكم جميعا في هذا اللقاء التواصلي المنظم للاحتفال بأكثر من ربع قرن من العطاء والمساهمة الفعالة في مجال التربية والتعليم والالتزام بالمشاركة في النهوض بوضعية الأطفال والشباب والنساء الذي حملته على عاتقها مؤسسة زاكورا للتربية منذ تأسيسها إلى اليوم. احنا اليوم بصدد تنظيم هذا اللقاء باش نتحدثوا أكثر على الإنجازات وكذلك الآفاق ديال هذه المؤسسة، لأن كيف تعرفوا منذ الأول اختارت باش تشتغل بشكل أساسي على التربية وخاصة التربية ديال الأطفال الصغار ما بين 4 إلى 6 سنوات، وحنا في هذه السنة غادي نحتفلوا بالذكرى 27 ديال التأسيس ديال هذه المؤسسة اللي هي جزء من المجتمع المدني، والمؤسسين ديالها والأعضاء ديال المجلس الإداري ديالها والطاقم اللي كيشتغل فيها بصفة رسمية كلهما عندهم واحد الإرادة قوية وكيشتغلوا بكل إخلاص باش يساهموا ولو بشكل متواضع، لأن المتطلبات كبيرة بالنسبة للبلد ديالنا في هذا الميدان ديال التربية وخاصة التعليم الأولي. واللي نبغي نذكر هي في هذه 27 سنة اللي مرت استفد أكثر من 1,000,000 طفل سيدة وشابة من برامج ديال المؤسسة ديالنا، واشتغلنا على ما يقارب 14 برنامج بدءا من التعليم الأولي مرورا في التكوين مرورا من المواكبة ديال جمعيات أخرى اللي كتشتغل في نفس الميدان، وقمنا كذلك بإنجاز مجموعة من المقترحات والمشاريع اللي كتساهم في تحسين الوضع والمواكبة ديال التكوين وديال التعليم بصفة عامة. وكاين كذلك عندنا برنامج خاص اللي مسميناه ماما طبيعة اللي كيشتغل في التحسيس ديال الأطفال والطفولة الصغرى على تحديات وانتظارات ديال التنمية المستدامة بشكل بيداغوجي وبشكل سلس. واللي نبغي نسطر عليه هي الشراكة القوية لأن مع عدة مؤسسات على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الوزارة ديال التربية والرياضة والتعليم الأولي اللي عندنا معهم شراكات وعقد على عدة سنوات اللي كتمكننا باش ننميو أكثر التدخل ديالنا. حاليا عندنا أكثر من 3500 وحدة ديال التعليم الأولي موزعة على 10 أقاليم ولا 10 مناطق وهاد 10 جهات بالأحرى، وهاد المؤسسات لهاد الوحدات كلها كاينة في المجال القروي وفي المجال حول المدن كتمشي كتحسن الولوجية إلى التعليم الأولي، وكيشتغل فيها أكثر من 3500 مربية ومربي اللي كلهم قمنا بالانتقاء ديالهم من المناطق ديالهم، وقمنا كذلك بالتكوين ديالهم والتتبع ديالهم بفضل طاقم اللي كيشرف على العمليات وعلى التتبع ديال هاد المجال ديال التعليم الأولي. وماما طبيعة كاينة في 12 جهة اللي كنشتغلوا فيها، وعندنا زاكورا أكاديمي اللي متخصصة أكثر في التكوين، وعندنا كذلك واحد الجانب ديال التطوير وديال التنمية ديال البرامج ديالنا اللي كيشتغل باستمرار، ومعنا كذلك شركاء اللي هما من القطاع الخاص اللي كيختاروا مجموعة من البرامج ولا المشاريع اللي كنقترحوا عليهم وكيتعاملوا معنا. والآفاق إن شاء الله كلها واعدة، لأن المجلس الإداري ديال المؤسسة ديالنا والمكونات اللي كتشتغل داخل المؤسسة كلها مجندة باش نصعدوا من الوتيرة ديال التعميم ديال التعليم الأولي بجانب مؤسسات أخرى
اللي كتشتغل في نفس المجال، وفي الأفق ديال 2027-2028 يمكن غادي نوصلوا ما بين الخمس حتى الربع ديال الحجار ولا ديال الوحدات اللي كتشتغل في التعليم الأولي في الربع ديال المملكة ديالنا. وهادشي كله داخل من واحد الوعي بأن التعليم الأولي هو لبنة أساسية لتكوين المواطنة والمواطن ديال المستقبل، باش يمكن له يشارك بشكل فعال وبشكل مسؤول في التنمية اللي كيبغيها لبلادنا صاحب الجلالة الله ينصره ويخليه لنا. اليوم أنا جيت سعيدة وفخورة بتواجدي هنا مع الأصدقاء للاحتفال بنجاح هذه المبادرة ديال مؤسسة زكورة اللي كدير اللي كتقوم بواحد العمل جبار، وأنا كنت من أوائل المستفيدات والمستفيدين من هذا البرنامج اللي كتقوم به مؤسسة زكورة في واحد بعد الدواوير وبعد القرى البعيدة جدا كل البعد عن المدارس واللي عندهم مشكل كبير ديال انقطاع الفتيات وانقطاع الأطفال عن الدراسة. اليوم أنا جيت فخورة باش نحتفلوا بهذا الحدث وبهذا النجاح الكبير ديال هذه المؤسسة اللي كنتمنى لها المزيد من النجاح والمزيد من النتائج المشرفة جدا. كنلاحظ بأن هذه المؤسسة زكورة التربية غير النظامية يعني ساهمت في إنقاذ شريحة هامة من المجتمع من دائرة الهدر المدرسي، والدليل على ذلك أن جل أولئك التلاميذ الذين كانوا يدرسون بالتعليم الابتدائي بهذه المؤسسة، منهم من التحق بالوظيفة العمومية ومنهم من يشتغل بالمهن الحرة ومنهم من اختار أن تكون له حرفة أو صناعة معينة. الدور ديالها هو أنها تساهم في إنقاذ الأطفال من الهدر المدرسي وأنها تساهم أيضا في تبليغ رسالة العلم والمعرفة لفئة الأطفال الذين يتواجدون على مستوى العالم القروي واللي ما عندهمش أصلا بعض الوسائل الكفيلة باش أنهم يتابعوا الدراسة ديالهم بالمدن ولا ببعض المناطق الأخرى. لا أجد الكلمات لأحييكم لأنحني إجلالكم لما قمتم به من مجهودات سيد رئيس المؤسسة سادة المدراء المنشئين الأساتذة، لأنكم أنقذتم أطفال، أنقذتم أطفال من الهشاشة وخلقتم نساء ورجالا يساهمون في تنمية بلدهم، حتما أنقذوا أسرهم، حتما أنقذوا قراهم، حتما ساهموا في بث بصيص الأمل في حياة عدد أكبر من الأطفال في محيطهم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.